أنتقل إليك سيمونير، يعني بين النموذج التنموي وما تحدث فيه عن مجموعة من الأمور، منها هذا الواقع الحالي لمراكز التكوين المهني، منها الواقع الحالي للتعليم للبحث العلمي إلى أمور كثيرة أخرى، ومن بين البرنامج الحكومي الذي يبني أسس الدولة الاجتماعية، والذي يهتم كثيرا ببناء أيضا الإنسان قبل البنيان عبر مجموعة من البرامج، الذي يهتم بالتشغيل والقضاء على البطالة عبر مجموعة من المبادرات، بين كل ما سبق ذكره والواقع المعاش، هل هناك آفاق مستقبلية فيها الكثير من الآمال لكي يكون هناك بالفعل مورد بشري مغربي مؤهل قادر حتى على مواكبة السرعة التي تسير بها أوراش الدولة المفتوحة في قطاعات لن أقول بأنها جديدة، ولكن على الأقل المغرب يتبوأ فيها مكان مرموق على المستوى العالمي ومثلت قاطرة لمجموعة من القطاعات الأخرى الناشئة لكي تأخذها معها في طريقها في طريق النمو والنماء؟ كان اعتقد يعني الاشكالات هي لا زالت مستمره، رغم ان حتى يعني وجود ميزانيات، وجود اليات يعني ديال الاشتغال كما غيشار الاستاذ، كاين تجميد مثلا ديال هذوك التشخيصات، ولكن كانت كدار التشخيصات وما كانتش عندها نجاعه. هذا سؤال مطروح عاوتاني، يعني كانت كتصرف من سنوات قبل هذه الميزانيات ولكن ما كانتش عندها نجاعه. بمعنى اليوم ان هذه الاشكالات مازال مستمره. اليوم كاين واحد النوع من التجارب اللي هو مهمه خصنا نعتمدوها بحال ديال الطيران، ديال السيارات الى غير ذلك، في التكوين والتاهيل ديال الموارد البشري ديالها. وكاين كذلك طاقات فرص يعني في البرنامج الحكومي، يعني في من ناحيه ديال الاوراش والاستراتيجيات اللي فتحتهم الحكومه، وكاين تطور حتى في القوانين. اليوم حتى على الاقل كاين تحيين ديال القانون ديال التكوين المهني، خص فقط تسريع في اصدار المراسيم التطبيقيه ديالو الى غير ذلك. هذه كله يعني فرص. اليوم فين خصنا نشتغلوا بشكل اساسي؟ اليوم كما كتعرفوا النموذج التنموي شار للثالوث الحكامه، يعني خصنا ندمجوا جميع يعني القطاعات البيبليك البريفي والقطاع الثالث اللي هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هذا الثالوث خصو يشتغل بشكل جماعي في التفكير شنو هي الحلول وشنو هي البرامج اللي غتكون انجع وافيد. وكنعتقدش ان كاين ابداع، يعني المغرب كينقصوا الابداع الجماعي. اليوم كما كيكون الاشكال ولا كتكون الازمه، كيكون هذا النوع من الابداع فقط خصنا نشتغلوا في اطار هذا الثالوث ديال اللي شار ليه، او هذه الركائز الاساسيه اللي شار ليها النموذج التنموي. خصنا نشتغلوا على المستويات الجهويه. اليوم كما كتعرفوا كنتوجهوا للجهويه الموسعه. كاين الجهه عندها يعني الاختصاص ديال دعم الاقتصاد المحلي، وكذلك دعم التشغيل، وكذلك التكوين. اليوم دارت اطار شراكات اطار مع الدوله في هذا المجال هذا في اربعه الجهات، كنعتقد خصنا نسرعوها. كنعتقد مشاو نحو اننا نديروا مدن ديال المهن، خصنا تسريع في تنزيلها، ولكن خصنا نشتغلوا اكثر 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 في دراسه الاحتياجات وفي دراسه شنو هما يعني ليميتي او لهذ المهن اللي اليوم غتكون رافعه للمجالات الصحيه سيبطو المحليه والاقليميه. اشكرك هذا هو المستوى اللي خصنا نشتغلوا فيه بشكل كبير. اشكرك سي منير.